لو عايزين نشوف الجلسات شكلها ايه بتتم ازاي؟ جميل. احنا عندنا 24 شكل من اشكال الاعطاء في تطبيقاتنا. يعني في مثلا في المناعه انا بعمل ما يسمى بمعالجه الدم الذاتيه الكبرى بسحب كميه. معانا فيديو دكتور؟ ده الفيديو ده ليا انا وانا بتناول الاذن. اوكي. ايه اللي تم في الجلسه دي بالظبط؟ الجلسه دي انا بسحب كميه من 50 ل 150 سنتي من الدم. اوكي. بطريقه كلوزد سيركل، يعني ما الدم في قرب الدم كاني بتبرع بالدم. اوكي. انا هبتدي انا باخد الدم في قرب الدم عليها مضادات تجلط بعيد على عن تلوث وعلى اي حاجه من هذا القبيل، لان بيختلط مع الناس نقل الدم ومعالجه الدم الذاتيه دي اللي بنسميها معالجه الدم الذاتيه. دي معالجه الدم. معالجه الدم الذاتيه. فانا عايز حضرتك هتركزي على لون الدم اثناء اخده ولونه لما ارجع. لما ارجعه تاني. لما ارجعه. اوكي. الحقيقه ان الاذون ان هو بيحفز انزيمات الدفاع اللي موجوده في الجسم فيحسن لي المناعه. يعني عالميا بقى في اتجاه ان لا ابدا حسن المناعه، ولان المناعه هي المسؤوله عن كل الكلام. طبعاً ده طبعاً. هي هتقاوم الخلايا، هي اللي شايله كل حاجه، هتقاوم الخلايا الورميه الاوليه وهتمسحها. هتشيل الخلايا البكتيريه المسببه للامراض وتمسحها، الفطريه الطفيليه الفيروسيه. أوكي. الالتصاقات الحامضيه اللي موجوده في الجسم، اللاكتيك اسيد المسؤول عن التعب، فبيسترد الجسم طاقته المفقوده. يبقى اذا هو مصنف عامل مساعد قوي في تحسين مناعه الجسم. ونخلق واتركي الطبيعه تشتغل. اوكي. طيب قول لي بقى، انا عارفه ان انت كنت في مؤتمر في المانيا، المؤتمر الاخير، وجبت لنا كل ما هو جديد بقى. ايه اللي تناقش داخل المؤتمر؟ المؤتمر ده كان في الاتحاد الدولي للعلاج بالاذن الطبي في باد كروزناخ، دي بلد تبعد وبتسمى بلد العلاج، تبعد عن فرانكفورت. معانا صوره بالفعل. دي اثناء المؤتمر. ده جهاز الاذون اللي هو احنا بناخد منه الخليط الغازي، او الاذون الطبي بناخد منه الخليط الغازي. وبنبتدئ نفس يمكن القص يمكن الفيديو ده ما كملش، اللي هو في عمليه سحب الدم اللي انا بعملها. الجديد ده عندنا ان يعني في حاجه اسمها ايفيدنس بيز ميديسن. الحاجه الجميله واللي عايز اصور بيها عليها. قول لنا صورتك مع مين يا دكتور؟ الدكتوره دي رينات فيبان، رئيسه اتحاد الجامعات الاوروبيه للعلاج بالاذون الطبي، والمصنفه الاولى في العالم، في تصنيف عالمي للعاملين بالاذون. دي رينات فيبان. ودي جلسه دم. يمكن اللي فوق دي ده سحبت الدم. دي من الجلسات اللي كان بيتعرض عليها المؤتمر او بيتم من داخل المؤتمر. دي جلسات اللي كان بيتعمل عليها في المؤتمر في حدود يعني احنا كان في ثلاث مواضيع. كان في حاجه اسمها فايبروميالجيا سندروم، ظاهره كده المريض بيشتكي من تعب عام واجهاد وارهاق واكتئاب وكلام من ده. ولما اتبحثت بقت لا دي ظاهره بيحصل التهاب في العضلات، المريض يشتكي من الم فقد للنشاط، تعبان همدان. فبيبقى شكل اعطاء الاذون عن طريق معالجه الدم الذاتيه الكبرى وحقن موضعي لاماكن معينه عند الاوتار وعند يعني بدايه العضله ونهايتها وكلام من ده. دي الفايبروميالجيا اللي هي تليف العضلات. حلو قوي. حصل تليف العضلات. ده كان احدى الحاجات، وبقت ايفيدنس بيز ميديسن يعني طب قائم على دليل. لما نقول طب قائم على دليل يعني مثلا انا اشتغلت على 500 الف حاله ولقيت النتائج فيها كذا. احنا رجعنا للفيديو هو بالفعل يا دكتور. ايه اللي تم بقى وايه اللي بيتم دلوقتي؟ اللي بيتم دلوقتي ان انا بسحب الاكسجين واضيفه على الدم. هتشوفي بقى نقاء بنسميها معالجة الدم الذاتية الكبرى. أنا بعالج الدم من الشوائب اللي موجودة فيه وارجعها. احنا بننقي الدم اللي داخل الدم تاني. من بكتيريا، من فطر، من طفيل، من دهون اترسبت داخل جدار الشرايين. الله، حلو قوي ده يا دكتور. يعني عشان كده بنشوفهم صغيرين وحيوية ونشاط وبحس ان وشهم صغير. انا عايز اقول لحضرتك ان في 10,000 طبيب متخصص في العلاج بالاذون الطبي في المانيا بس. شوفي بقى شكل الدم. انا ازلت الشوائب لان هو اللون اتغير فعلا تماما. بقى مليء بالاكسجين فبيرد لي الطاقه المفقوده للخلايا. بينشطوا بيديله زي ريفريش كده. ريفريشمنت على مستوى الخلايا من الداخل. اوكي. اللي بيبقى حصل فيه اكسده. يعني ايه اكسده؟
يعني صدى على الخليه مع الفرق في التشبيه، وده اللي بيحصل داخل الخليه. طبعا. شوفي شكل الدم بعد اضافه الاكسجين، الاكسجين محمل بطاقه عاليه، فعنده قدره بقى على مستوى الشرايين انه يفتح الشرايين. ده عشان استفيد بدي يا دكتور اعملها كل قد ايه؟ يعني انا مثلا عايز اعمل كده عندك، اجي لك كل قد ايه اعمل دي؟ انشط يعني جسمي بالاكسجين بالخلايا بالدم بكل حاجه. هرد على سعادتك بس يبقى احنا شفنا شكله. أوكي. هو بيشيل المعادن الثقيله، هو بيشيل اللي موجوده في الجسم والمتسببه في امراض كتير. حضرتك كنت بتساليني على اللي تم في المؤتمر، لان في حاجه طيبه جدا. أوكي. ويعني وبشرى ساره لل وبرده بقت ايفيدنس بيز ميديسن علاج الاثار الجانبيه للمرضى اللي بيخضعوا للعلاج الكيماوي او الكوبالت. الله بجد؟ ده 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 في اخر في المؤتمر الاخير ده اثبت بايفيدنس بيز ميديسن ان هو ان المرضى اللي بيتعالجوا بالكيماوي والكوبالت وما الى ذلك، الكيماوي ده هو العلاج الاساسي للاورام. بس العلاج الكيماوي سايتوتوكسيك، هو نفسه بيسمم يعني الانسان جسم يعني وان يونت، وحده واحده. أوكي. وان كان منفصل تشريحيا الا انه بيتواصل عن طريق الطاقه بتاعه الجسم. فانا بدي كيماوي، الكيماوي ما فيش بد عن الكيماوي. بس الاثار الجانبيه بتاعه الكيماوي كبيره جدا، هو بيعالجها. وبيعالجها بنسبه 90%، فظاهره سقوط سقوط الشعر، معقول، ظاهره القيء العنيد بتختفي، ظاهره الانيميا بتختفي، الام العضلات بتختفي، فبيحسن او بيحسن الاثار الجانبيه او بيشيل الاثار الجانبيه بنسبه 90% لمرضى الاورام. دي بشرة حلوه جدا كمان، اللي بيخضعوا يعني دلوقتي بالكمية. اي حد بيخضع للعلاج وكان متضايق من الاثار الجانبيه، فاحنا عندنا الحل اللي هو العلاج بالاكسجين الطبي او الازون الطبي. طيب يا دكتور.